مساكم الله بالخير ويا هلا فيكم. حلقة جديدة من برنامج المنتصف، فيها كثير من الأخبار والملفات والقضايا المهمة في رياضتنا المحلية، لكن البداية ومثل ما عودناكم مع أبرز وأهم العناوين. أزمات الأندية تعجل في مشروع خصخصة الأندية والبداية من عام 2016. وعمر المهنا يشيد بالعمل التحكيم المحلي عبر الوكالات العالمية. وكنفارو يبحث عن مايسترو لوسط العالمي ويجيد أيضا تنفيذ الكرات الثابتة. حياكم الله من جديد. بصراحة اليوم في رياضتنا يعني عندنا مشكلة كبيرة في بعض اللاعبين، مع الأسف البعض مو عارف يتعامل مع النجومية. يعني نشوف احنا كل يوم لنا مقطع طالع، ولما يطلع اللاعب يعني خلوني أقولها بصراحة، لما يطلع اللاعب يرقص أو يهدد أو يتحدى في مقطع فيديو، هو على باله كذا يفكر أنه هو بطل قدام الناس. في الواقع هذا الموضوع مو صحيح يا كابتن. يا كابتن النجومية تكون داخل المستطيل الأخضر، النجومية تكون في انتظامك في التدريبات، النجومية تكون يا كابتن في تعاملك مع زملائك في الملعب ومع أيضا زملاء اللاعبين الآخرين. أما اللي كل يوم طالع واحد في مقطع، يعني أعتقد هذا الموضوع ما يليق فيكم يعني كنجوم في الكرة السعودية، وحتى ما يليق بأنديتكم اللي لها متابعين ولها شباب ولها جماهير. في كلام بعض الأحيان والله العظيم الواحد يستحي وهو قاعد يشوف المقطع أو يستحي وهو يسمعه، لكن نقول الله يصلح الحال. خلونا في البداية يعني نرحب بضيوفنا معنا في برنامج المنتصف. معنا عبد العزيز الهدلق الناقد الحصري لبرنامج المنتصف، حياك الله أبو ريان. هلا أستاذ عبد الله، حياك الله، مساك بالخير، مسي على الأخوة المشاهدين بالخير. الله حييك أبو ريان. أيضا نقول مساء الخير لحسن عبد القادر الناقد الحصري لبرنامج المنتصف، حياك الله يا أبو محمد. هلا، مساء عليك بالخير أخوي عبد الله وعلى الزميل العزيز أبو ريان وعلى جميع مشاهدي البرنامج. الله حييك. ونقول لزميلنا أيضا مسفر، يا هلا فيك يا مسفر. هلا فيك عبد الله، مساء الخير ومساء الخير على الضيوف وعلى السادة المشاهدين. الله حييك مسفر. الله اليوم يسلم. عندنا بعض الأخبار المنوعة يمكن أبرزها خصخصة الأندية. بالطبع. هل المشروع اللي تعبنا وحنا ننتظره؟ نقول يا رب يصير. طيب نقول نروح لخبرنا الأول أعزائي المشاهدين. أزمات الأندية المالية تعجل بالخصخصة. باتت خصخصة أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر أمرا مؤكدا في عام 2016، ويتوقع أن يكون ذلك القرار في منتصف العام الجديد وعلى مراحل تدريجية. وهناك معايير مهمة منها الاسم والعلامة التجارية والشعبية الجماهيرية والإنجازات، يا رب. خبرنا الثاني، رئيس لجنة الحكام وتصريحاته الدولية. كشف المهنة عن اتجاه اللجنة لطلب الاستعانة بالحكم الخامس، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية. وأوضح المهنة أن الأمور المالية تقف عائقا أمام وجود الحكم الخامس. وأكد المهنة بأن علاقته مع الإنجليزي هورد ويب ممتازة وهناك تفاهم متبادل. نروح لخبرنا الثالث، الأمير فيصل بن تركي يضع الكرة في ملعب الإيطالي. ترفض إدارة النصر فكرة الاستعانة بالتونسي فتح الجبال، وبديل مختار النصر سيكون من اختيار المدير الفني للفريق، والبحث عن لاعب وسط متقدم يجيد تنفيذ الكرات الثابتة.
وعلى الصعيد المالي القرض المطلوب سيصرف للنادي خلال 10 أيام بقيمة 50 مليون ريال. الله يعين أنديتنا على الأزمة المالية. نروح لخبرنا الأخير والرابع، النموذجي يغربل في قائمة اللاعبين الأجانب والمحليين. وقعت إدارة النادي مع المحترف المالي مصطفى تراوري عقدا احترافيا لمدة 5 مواسم. سيكون المالي تراوري محترفا خامسا يحق له الاستفادة أو يحق الاستفادة منه في تسويقه والاستفادة منه أيضا في المستقبل. وافقت لجنة كرة القدم على إعارة المحترف البرازيلي جوسيمار إلى أحد الفرق التركية، وتمت الموافقة على المقترحات المقدمة من المدرب نصيف للتعاقد مع لاعبين محليين. كانت هذه أهم أخبارنا عبد الله لهذا اليوم. الله يعطيك العافية أبو ديب، شكرا. الله يعافيك، العفو. حياكم الله من جديد. احنا اليوم عندنا كثير من الملفات المهمة في رياضتنا المحلية مثل ما شفنا اليوم، يعني نبدأ بأخبار المنتصف. وخلونا أبدأ من عند حسن في موضوع مهم يخص خصخصة الأندية. حسن، احنا من زمان نسمع عن موضوع خصخصة الأندية ونعرف الأعضاء ونعرف مين المسؤولين، لكن على أرض الواقع اليوم ما نشوف شيء. أصبح موضوع الخصخصة مثل الحلم بالنسبة للرياضة السعودية؟ أولا نبدأ بالموضوع، هو طبعا موضوع قديم جدا، بدأ من عام أظن 2002 مع فكرة أو استحداث لجنة تطوير الرياضة السعودية اللي أمر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله، ثم تولاها الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وكان معه الأمير خالد بن عبد الله الله يحفظه، ومجموعة كبيرة من خبراء الرياضة أعدوا كثير من القرارات أو المسودات لتطوير الرياضة السعودية، كان من ضمنها موضوع خصخصة الأندية السعودية. الملف بعد ذلك تحول إلى الأمير عبد الله بن مساعد، بما أنه رجل مالي ورجل رياضي خبير في الجانبين، الجانب المالي والجانب الرياضي، تولى هذا الموضوع وكان حريص وكان دائما يتكلم في كل مجال أنه الأندية تحتاج إلى أن تخصخص، بالذات الأندية الكبيرة الجماهيرية التي يعني سهل عرضها على الرجل التاجر أو المستثمر للحصول عليها. لكن قبل ما نتكلم في هذا الموضوع أو قبل ما نتكلم عن أنه الموعد المقترح في 2017 أو نهاية 2016 كما ذكر، خلينا نتكلم عن نقاط عدة أو عقبات عدة تقف أمام إتمام هذا المشروع بالشكل المناسب أو الشكل اللي يتمناه رجل الأعمال اللي بيقدم على هذا النادي أو الشخص المهتم بالجانب الاستثماري في الأندية. أولا أنت عشان تخصص نادي، تخصيص الأندية ذا يحتاج إلى هيكلة إدارية متكاملة مع وزارات عدة، وليست وزارة واحدة مرتبطة بالرئاسة العامة رعاية الشباب، لأنه تحتاج إلى تعاون بين وزارة التجارة، لأنه أنا لو كمسؤول أخذت أحد الأندية كمستثمر، أخذت الأندية كاستثمار، تخصيص أندية وأخذته كاستثمار، نعم. الاستثمار ذا مطلوب مني أنه يكون لي أمور عدة، تأشيرات، مشاريع، أشياء إذا مرتبطة بوزارات مختلفة، بوزارة الصناعة، بوزارة التجارة، بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بوزارة العمل، بوزارات مختلفة عدة. إذا لازم يكون هناك آلية معروفة أنه كيف ممكن أنا أستثمر النادي وأجد تسهيلات من الوزارات المرتبطة بعملي في هذا النادي. أنا ما يجي رعاية شباب تسلمني النادي خام، تقول لك استثمر النادي دفعت فيه 200 300 400 مليون أخذته خام، لكن أتفاجأ أنه في أصغر عقبة تواجهني وقفت ستوب محلي، أنه لا وزارة التجارة متعاونة معي ولا وزارة الصناعة ولا مكتب العمل ولا أي وزارة أخرى متعاونة معي في المشروع الجديد اللي استحدث على الرياضة السعودية. طيب. وبالتالي يجب أن تكون المنظومة متكاملة من جميع الوزارات. حلو. بالتنسيق مع رعاية الشباب عشان تكون العملية آلية الاستثمار في النادي آلية سهلة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، من الأسماء اللي بتقدم على الرياضة؟ احنا أول شيء في المجمل نبحث عن منجز رياضي، عن نادي منجز على مستوى القارة، عن منتخب منجز على مستوى القارة، عن لاعب منجز على مستوى القارة، عن كل الأمور دي هي في الأخير هي المحصلة. المحصلة أنك لما تأخذ نادي تبحث عن منجز في الأخير يسجل باسم الوطن. لو نفترض أنه تقدم لهذا النادي رجل صاحب فكر استثماري لكن ما له علاقة بالرياضة نهائيا، ورجل يعني ما يستمع للآراء الأخرى، واخذ النادي وبغى يديره على مزاجه. أنا بدير النادي إذا مزاجي، عملية استثمارية، لا تسألني عن نتائج، لا تسألني عن بطولات، لا تسألني عن إنجازات، لا تسألني عن تخرج نجوم، أنا النادي ذا بأخذه بستثمر فيه كاستثمار، أعمل أبراج، أعمل أسوي أي مشروع كان، لكن في الأخير المحصلة اللي نبحث عنها جميعاً هي منجز الرياضة صفر. وبالتالي إذا اختيار الأشخاص الذين سيديروا هذه المنظومة يجب أن اختيار أيضاً يكون في آلية وفي آلية مختار من الشخص اللي ممكن يكون رجل مستثمر. أنا ممكن يجيني سين وصاد. سين هذا رجل عنده قدرة، عنده ملاءة مالية كبيرة جدا،
وصاد ما له أمالية أقل، لكن هذا صاد خبير بالرياضة ومحب للرياضة ومحب للجزات، وهذا لا ما له علاقة. إذا اختار صاد على سين مع رغم أنه مبلغ المالي أكبر، لأن يعني الصورة وضحت أخوي عبد الله. نعم واضح كثير. الأمر الآخر نتكلم عن بيئة الأندية. احنا دائما نشتكي نقول بيئة الملاعب، يعني لما ما في حضور جماهيري مثلا نقول والله بيئة الملاعب غير مناسبة، بعيد الملعب، ما ادري ايش، ما في خدمات، ما في كذا، ما في كذا. لا، في شيء اهم من بيئة الملاعب اللي هي بيئة المدن نفسها. انا عشان اطلع من الجنوب اوصل للشمال لملعب كرة قدم افكر في بيني وبين نفسي احتاج لي ساعتين لساعتين ونص مع الزحمة والحفريات والكباري والانفاق وزحمة الطرق، وهذا اتردد 100 مرة عشان اروح الملعب. اذا انا قبل ما اهيئ بيئة الملاعب اهيئ بيئة المدن نفسها. نعم، بيئة المدن نفسها اللي هي وسائل الانتقال. انت شفته في اوروبا كيف الجمهور 30,000 40,000 ينتقلون عن طريق القطارات في 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 مسار واحد. صحيح. يدخل الملعب يخرج في وقت واحد، لا زحمه ولا سيارات، ولا كل واحد ياخذ سيارته لوحده يروح، خمسه اخوان في البيت الواحد كل واحد يروح سيارته. فانا بقول لك هي عمليه كبيره، يعني عمليه مش سهله. نعم. انك عشان تعمل بنيه تحتيه كامله لهذه الخصخصه يجب ان تبدا من صفر في امور عده، اللي هي التنسيق مع الوزارات، بيئه المدن، الشخص اللي بيدير الانديه. طيب. ايش المطلوب منه، ايش المستهدف، امور كثيره. حلو. لكن انا اثق في الامير عبد الله مساعد انه رجل عملي ورجل قادر على انه باذن الله تعالى يقدم لنا مشروع. على الاقل اذا ما كان بنثبت 100% يكون بنثبت 70%، واحنا كرياضيين راضين انه 70% في البدايه اعتبر انه انجاز كبير. نعم، هو يعتبر ممكن اهم مشروع اليوم للرياضه السعوديه صراحه في ظل الازمات اللي احنا كل يوم نشوفها وفي ظل العمل الارتجالي. خليني اسالك ابو ريان في هالموضوع، يعني الخصخصه معقوله صعبه لهالدرجه انه احنا نتكلم فيها كثير ولا احنا شايفين اي بوادر اوليه على ارض الواقع؟ والله شوف، انا اشوف كل ما تكلمنا عن مشاكل الانديه وعن هبوط مستوى الكره السعوديه وهبوط مستوى الانديه ومشاكل كثيره، قلنا متى الخصخصه؟ ما لن يرفع من مستوى الكره السعوديه الخصخصه، متى تاتي الخصخصه لتنقذنا من هذا الواقع؟ انا اعتقد اذا جت الخصخصه في 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 واقعنا اليوم حتكون كارثه. حتكون كارثه. مثل ما دخلنا الاحتراف واحنا ما احنا مهيئين تماما لتطبيق نظام الاحتراف. إلى اليوم الاحتراف أكثر من 20 سنة، 22-23 سنة، ما زلنا نعدل ونغير ونبدل وما زلنا نجرب، وما زال في أخطاء كارثية في التطبيق. يعني المفروض نحن نتطور مع السنوات، اللي احنا قاعدين ندور في الخطوة الأولى ونحاول نبحث لنا عن طريق، نحاول نبحث عن مسار صحيح. الآن في ظل الواقع الأندية الآن الخصخصة كارثة على الأندية. الأندية الآن احنا نشوف انه مقبلة على قروض الأندية ما هي قادرة تصرف على نفسها، فبيجيك مستثمر يشتري نادي الهلال، نادي الأهلي، نادي النصر في واقع الحالي، يبي يشتري بقيمته 10% من قيمته الحقيقية، لأنه واقع الأندية الآن في مثل واقع الأسهم، يعني في أدنى مستوى. فرصة أي مستثمر أنه يجي يأخذ الأندية برخص التراب بمبالغ بخسة جدا، ولن تعود على الأندية، يعني ما تدري فيما بعد تنجح التجربة أو ما تنجح، لأن فيه مرتبطة بعوامل أخرى، مرتبطة بتعديل أنظمة داخل الأندية، علاقة النادي بأعضاء شرف، وعلاقة النادي بجمعية العمومية، علاقة النادي، يعني شو مثلا نادي الاتحاد وتغير الإدارات اللي صارت عليه، هذا لا يمكن يصير في وقت الخصخصة. لا يمكن يصير إدارة تروح وإدارة تجي وأعضاء شرف يقولون عقدوا جمعية عمومية والإدارة ترفض عقد الجمعية العمومية. حتى بقية الأندية الأخرى يفترض عقد الجمعية العمومية سنويا، تعقد الجمعية العمومية ولكنها لا تعقد. يعني في أنظمة يعني للأسف، بالإضافة إلى العوامل اللي ذكرها حسن، يعني بصراحة عوامل يعني أمور جوهرية ممكن ذكرها هو، وصراحة تصعب هذه المهمة، يعني واضح أن الموضوع ما هو سهل. لا، الموضوع ما هو سهل. أنا أقول لك في 2016 بقى لي 3 أيام ترى. يعني مستحيل تطبق نظام الخصخصة في 2016 بواقعنا الحالي، حيكون كارثي على الأندية وعلى الكرة السعودية، وحتبيع الأندية برخص التراب للمستثمرين يجون، احتمال ينجحون ما راح يدفع كثير، بس ممكن ترى هذه الأندية يكون عليها مبالغ سابقة. يعني أنت عارف أنه في رؤساء أندية مثلا وفي شخصيات مثلا دفعت في سنوات للنادي مثلا 50 مليون 100 مليون وتراها على حساب النادي هي اليوم، ما هو مدافعها من جيبه هو.
بعضهم سجلها كديون على النادي بحيث انه ممكن تجي وقت الخصاصات تحسب له كاسهم وكحصه في امتلاك النادي، ولكن ايضا يجب ان الامور تكون واضحه، يجب انه تطلع انظمه قبل ما نبدا نعلن الخصخصه، لابد تظهر انظمه واضحه للجميع، انظمه علاقه النادي باعضاء شرفه، علاقه النادي بجماهيره، علاقه النادي ب يعني حتى الان مثلا انا اقول لك يعني انا شك في 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 تطبيق الخصخصه في 2016. بقول لك شيء، اكبر دخل ومورد للأندية الرياضية اللي هو النقل التلفزيوني انباع بعشر سنين. يلا من بيجيك مستثمر الآن مورده الأساسي راح عشر سنوات تنتظر لين يجيك يعني في أوروبا وفي الأندية المحترفة كل نادي يسوق مبارياته الحالة، ما في تسويق جماعي للدوري كله ينباع مرة واحدة. مانشستر يبيع دوري مبارياته كاملة بمبلغ هو يراه ويحصل فيه مزايدات مبالغ هائلة. الآن بيجيك مستثمر أهم مورد عنده راح عليه اللي هو مورد النقل التلفزيوني، راح وزارة التجارة وحماية العلامة التجارية. الآن العلامة التجارية مستباحة، علامات الأندية في القمصان في الشعارات في كل شيء، ما حد يحميك، تلقاها في البسطة تنباع اليوم للأسف. نعم تلقاها على عند الملاعب، على باسطين فيها شباب صغار يبيعون كل شيء عن شعارات الأندية. ففي في في أشياء كثيرة لابد أنها تتطور قبل ما نبدأ بالخصخصة. طيب اليوم في موضوع مهم، يعني خرج اللاعب الاتحادي أحمد عسيري في مقطع مثير يتوعد فيه الفريق الأهلاوي قبل موقعة الخميس المقبلة. نحن نعرف الاتحاد والأهلي في نصف النهائي كأس ولي العهد، وبعد يعني بحثنا في هالموضوع مع كثير من الأطراف يعني تأكدنا أنه لجنة الانضباط ما راح تعاقب اللاعب على المقطع باعتبار أنه يعني خارج عن الملعب وخارج عن المنظومة الرياضية بشكل عام، إلا في حالة واحدة، وجود شكوى من أي شخصية لها الحق في أنها تشكو اللاعب عن طريق إساءة أو عن أي باب ممكن يفتح على اللاعب يعني مشكلة في هذا الموضوع. ولا ودي أكمل، خلونا نشوف المقطع. أقول لكم المباراة جاية جدة إنتي وبحر كده من الأخير، يعني فهموها إن شاء الله، فهموها يعني والله لو بالدم، والله لو بالدم. خليني أسمع رأيك حسن في هالمقطع. الله يا أخي شيء يعني غريب صراحة. يعني أوكي أنا يعني الصمت على مثل هذه المقاطع طبعا أكيد حتنتشر بعد يومين مقطع آخر، ممكن هذا قال بالدم بعد كذا يطلع واحد يقول لك بالسكين يعني خلاص. إيه حسن هو لو أنه طلع مثلا لاعب وقال إحنا إن شاء الله نتحدى وراح نفوز، هذه ممكن مشيها بالعكس، ما فيها مشكلة. وأنا أقول كلامه إيه؟ كلامه في البداية من حقه إيه؟ إنه جدا يعني اللي بس يقول اللي بالدم ما إيه؟ بالدم هذه إيه؟ ما يعني كانت حلوة. من حقه في البداية، بداية إيه؟ كلام المقطع من حقه تماما، وبالعكس أنا أحب اللاعب الحماسي المقاتل اللي دافع عن حقوق فريقه إيه؟ هذا الشخص تحترمه وتقدره، ممكن نقول من حق ولكن اللاعب إنه إيه؟ يعني لكن إيه؟ لكن كلمة التهديد أنت الآن أوكي الآن لجنة الانضباط يقولوا ما نعتمد على التسجيل الكاميرات الخاصة أو تسجيل، هذا ما حد سجل على فكرة، هو بيسجل لنفسه يعني، هو او اللاعب الثاني اللي معله ياسين حمزه هو اللي ماسك الجوال بيسجل لنفسه، يعني ما في احد صادهم في مكان وترصد لهم وهم كلام خاص ما يبغى يسمعون الناس، وهذا طلع وطلع يفضحهم امام الناس، لا هم اثنين بيسجلوا ويبغى الرساله دي توصل للناس. صح، عن طريق برنامج سناب شات. اي نعم، عن طريق الرساله دي توصل للناس. انا الان لما تكون لجنه انضباط في نهائي الكاس افتكرنا كيف انه تم عقوبه لاعبين من خلال تصوير كاميرات جوال. اي امر انا بقول لك انه يعني الان بتعتمد، خلينا نتكلم عن اوسع من الرياضه، الجرائم الاخرى خارج الرياضه بتعتمد على بعض كاميرات خارجيه في الاسواق في المحلات في 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 الشوارع، بترصد شخص مخالف لاي ذا بتم عقوبته بناء على ما تم رصده من هذه الكاميرات. الان هذا الرجل امامك هو بيصور امامك، هو بيطلع الكاميرا ويصور ويقول لك انا بالدم، يعني فيها تهديد وفيها هذه كلام خطير، يعني خطير جدا خطير. انت لا تنسى حاجه مهمه يا حسن، انه اليوم اللي في الملعب مثلا يعني الفئه الموجوده هي فئه شباب، فئه متحمسه. نعم. هذا فيه شيء من التاجيج. نعم. الى حد كبير انه لو تم الصمت على هذه الامور
لا يعني لا حصل شيء لا سمح الله وان شاء الله ما يحصل اي شيء انه لا يقولوا والله معليش احنا ما انتبهنا. هذا الان امامك اللاعب نفسه بيسجل نفسه يقول لك انا بناخذها بالدم. انا مي مشكله يعني انه الاهلي ضعيف او الاتحاد ضعيف، ترى الكفه يعني الفريقين كل فريق فيهم قادر انه يفوز. صح. الاتحاد قادر على الفوز، الاهلي قادر على الفوز، هذه مباراه كره قدم في الاخير، اللي بيلعب في اللي بيعطي في الملعب حيفوز وحنقول له مبروك، لكن انك تتعامل بهذه الطريقه وتهديد لزملائك الان حتى لو كان ما يقصد، لو حصل من احمد عسيري اي موقف في المباراه حيفسر على المقطع ده طوالي، حياخذ على المقطع. شوف كيف اللاعب هدد، اتخاذ عقوبه في مثل هذه الاجراء سواء قال لاعب اتحادي او اهلاوي او هلالي او نصراوي هي تسكيت لبقيه، لانه الان هذا مقطع ما نعرف الله يستر المباراه الجايه ايش حيقول لاعب اخر، لو هذه عدت سلامات وما صار فيها اي شيء ما نعرف ايش يصير. بس حسن ممكن بعد احد يرجع الماضي يقول تذكرون ناصر الشمراني لما طلع وقال هيا تعال يا اخي لا لا هيا تعال غير هيا، لما تقول لي هيا تعال اقول لك هيا تعال يعني تحدي، نوع من التحدي. انا اقول لك انه احمد عسير في بدايه المقطع لما قال تحدي انا ما اقف معاه 100% ومن حقه انه يدافع عن شعار فريقه الاتحاد وانه يتحدى الاهلي وانه يتحدى بالفوز، هذا من ابسط حقوقه وما حد ينكر عليه، بالعكس انا احب هذا النوع من اللاعب الحماسي. لكن لما تقول لي بالدم وانا يكررها بالدم يعني هذه معناها في تهديد لامور اخرى. فلما تقول ناصر الشمراني، ناصر الشمراني مختلفة تماما، ناصر كان بيتحدى وتحدي يعني خسر. بس انت عارف انه ممكن تسبب مشاكل في موضوع ناصر الشمراني. لا 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 انا قلت كلمة عادية هي يعني كلمة عادية يعني كلمة عادية، لكن ممكن تفسر حسن بطريقة ثانية. انت لما تقول اي عرفت قصدي في موضوع مباراة النصر، لا ما اعتقد، انا ما اعتقد انه كلمه هيا تعال فيها استفزاز، بالعكس هي كلمه نوع من الحماس، وكلمه كانت كلمه كانت متداوله قبلها يعني، لكن ما في متداول قبلها انه لاعب يقول لك تعال بالدم. ما حد تداولها قبل كذا يعني، كلمه هيا تعال نصر الشمراني ما جابها من راسه، سمعها كانت متداوله عند الناس وعند الشباب يرددوها ورددها معاهم. طيب. ما اعتقد فيها ذاك الاضرار، لكن ذي انا اتمنى من الاستاذ خالد بابطين اذا كان فعلا حريص على تطبيق الانظمه وعلى سلامه اللاعبين وعلى سلامه امن الملاعب، هذا الموضوع ما يمر مرور الكرام، ترى موضوع مو سهل، لاعب يتحدى بهذه الطريقه حتى وان بادر بالاعتذار اليوم، لكن العقوبه مو عشان احمد عسيري، العقوبه عشان لا يصبح او يصير عندنا اكثر من احمد عسيري في مرات قادمه ويصير التهديد اكبر واخطر، وبعدين نقول نعض اصابع الندم. انا اقول الان المرحله امامكم والقرار امامكم، اذا اردتم حمايه ملاعبكم وحمايه نجومكم وحمايه حتى السلوك العام، حمايه حتى الروح الرياضيه. نعم. هذا الموضوع امامكم الان، مقطع بتسجيل اللاعب نفسه وانتم احرار في اتخاذ القرار المناسب. طيب عبد العزيز، مين يتحمل هذا الموضوع؟ يتحمل اللاعب نفسه ولا النادي ولا لجنه الانضباط اللي تارك الموضوع؟ لا النادي، انا اقصد النادي كمسؤول يعني. ما له علاقه النادي، لاعب سجل مقطع النادي ما راح يكون رقيب عليه في كل الخطوات وفي بس المفروض النادي انه في تحذيرات يا شباب ما نبغى تنتشر مقاطع، ما نبغى لقاءات محظوره، ما نبغى زي كذا. اللاعب الان لاعب واعي وعاقل وكبير، ما هو لاعب صغير، فهو عارف وش الشيء الصح والشيء الغلط. انا وجهه نظري في الكلام اللي قاله احمد عسيري انها غلطه، انه الكلام اللي قال، ولكن هو ما يقصد طبعا يقصد اساله دماء، يقصد انه نبي نلعب بقوه، نلعب بشراسه، بنلعب لن نستكين، لن كذا. بس ما تشوف بس فيها شيء من التاجيج مثلا؟ بس ممكن بس الكلمه في الكلمه إيه؟ طبعا انا اقول لك هو ما يقصد انه بيسيل دماء في الملعب اكيد، بس إيه من الحماس هو يقصد، ولكن غلطه انه يقول الكلام هذا بالفعل. مثل ما قال حسن، اي غلطه تحصل في الملعب، اصابه لا قدر الله، اشتراك، ما هو يشترك مع لاعب في الاهلي ويصيب اللاعب، قالوا هذا هو هذا الدم اللي يبغى، هذا هو متوعد قبل المباراه يعني. فتح على نفسه احمد عسيري باب من الصعب اغلاقه انا اقول، ولا بد انه يكون فيه من لجنه الانضباط تدخل. وانا اعتقد انه مثل ما تفضلت في البدايه انه لجنه الانضباط لن تصدر قرار في الحالة هذه إلا بشكوى، فإذا تقدم أحد الأطراف بشكوى ترى ممكن حتى يعني مو بالضرورة يكون الأهلي اللي تقدم بشكوى، ممكن يعني مشجع، ممكن متابع رياضي أنه من باب الروح الرياضية وأنه هذا اعتداء على الروح الرياضية وما نقبل هذا الشيء، فمن حقه أنه يقدم شكوى مهما كان يعني ميوله لا. طيب. أهلي ولا غيره، ولكن طيب. بالفعل كلمة اللاعب يعني يفترض غلطة ولا بد يتحمل اللاعب مسؤوليتها. طيب حسن، يعني يقول لك يعني الناس تتكلم اليوم أنه يعني أنتم ناقشتوا مثلا موضوع أحمد عسيري، وكان قبله لاعب الأهلي أمان لما تحدث، لما قال إحنا راح، ما ودي أكمل الجملة، قبل مباراة الأهلي والاتحاد
هي شبيهة باللي قاله أحمد عسيري؟ إيش قال محمد أمان؟ يعني في كلام ما ينقال أحيانا. طيب أنا عارف، أنا ما أعلم الغيب، قل لي إيش قال عشان أقدر أتناقش معك. لا أنت ما تبغى تفتح هذا الموضوع. لا لا قل لي إيش قال عشان أتناقش معك. كلمة ما أنا عارف، كلمة أمان خطيرة يعني. أنت عارفها. نعم إيه قال، تكلم عن وصف. نعم إحنا ما ودنا نذكر الوصف. لا إذا تبغى أنا أقول لك، إذا ما أنت عندك جرأة أنا عندي جرأة أقول. لا لا ما هي جرأة، هي في احترام الذوق العام. نعم هي إساءة، إساءة ومشينة بعد، إساءة مشينة لنادي الاتحاد وجماهيره وكيانه وجمهوره والقاعدة العريضة اللي تحب نادي الاتحاد، وصفهم بوصف بشع وما نرضاه. اذا كان يعني ما سمعت المقطع، لكن اذا كان وصف بشع يعني فعلا يفترض انه يعني تتوقع حسن عبد القادر حاول انه يتهرب من السؤال؟ يعني حسن احنا نعرف اعلامي ورئيس تحرير صحيفه الكترونيه هاتريك، يعني معقوله ما مر عليه هذه الكلمه؟ هو عايش في جده ويعرف كل هذه الامور. يمكن هو اذا كان انا ما اشوف عارف انه ما حد راح يقول هالكلمه يعني فحاول يضغط في هذا الموضوع. لا 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 تقرا النوايا يا ابو ريان. لا لا تقرا النوايا، انا اقول لك قل لي كلمه ايش قال عشان اقدر اقول لك. لا انت انا عارف يعني انت عارف من البدايه انا ما قلتها. ايوه اذا جاب انت جالس تلعب على وتر انه هذا الكلام ما ينقال خليني اضغط. اذا جاب سيره النادي، اذا جاب سيره النادي وقال حدد النادي باسمه يستحق عقوبه، ما فيها كلام، ما فيها كلام. اذا كان انا ما ادري ايش المقطع، لكن اذا كان اساء للاتحاد أو ذكر اسم نادي الاتحاد وأساء له يستحق عقوبة، ليه لا؟ ما في أحد منزه وما في أحد بيقول عقوبات، لكن أنا أناقشك في موضوع أنا ما أعرف عنه ما أدري، قل لي إيش قال عشان أقدر أحاجك بس. طيب أنا أتمنى أنك صحيح ما تعرفه. في موضوع ثاني أيضا انتشرت خلال الساعات الماضية صورة اللاعب عمر السومة مع أحد الأشخاص، في ناس جالسة تقول أنه السومة كان عند أحد المداوين الشعبيين عن طريق الكي في المدينة المنورة، وفي كلام كثير أيضا اليوم. يعني حنا حاولنا نبحث في هذا الموضوع، يقول لك هذه السالفة هذا أحد أصدقائه، ولا صحة لما يشاع مؤخرا في هذا الموضوع. إيش رأيك أبو ريان؟ والله شوف أنا أعتقد أنه لجوء الكابتن عمر السومة مثلا للطب آخر غير الطب الحديث. أنت جزمت في الموضوع شكلك عندك مصادر يعني حتى الكلام اللي نسمعه وفيه يعني مصادر كثيرة أنه الكابتن عمر اتجه للطب البديل، اتجه للطب الشعبي، اتجه لل... أنا أعتقد أنه هذا يعني إذا كان صحيح فهو مؤشر خطير. مؤشر خطير أن اللاعب بدأ يدخل في 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 يعني يأس من الطب الحديث وأنه يعالج إصابته، وبدأ في الطب الآخر أو الاتجاه الآخر، وهذا يعني محفوف بمخاطر كثيرة، أهم أكثرها أنه تبي تدخل اللاعب في الوهم ويبدأ يتوهم الإصابات، وأنه الطب يشخص شخصه هو ما في شيء سليم تماماً، وهو يحس أنه مصاب في هالجانب أو في هالجانب، فيبدأ يدخل في متاهات الأوهام ويتجه للطب الشعبي ويدخل في متاهة ربما أنا أقول أنها تكون بداية يعني تهدد مسيرته الكروية. طيب وأنا أتمنى أن هذا ما يكون صحيح. خليني أسمع رأيك أبو محمد في الموضوع. اولا الصوره دي كانت تجمع الكابتن عمر السومه مع اخ بالمدينه المنوره اسمه حسين مطهر. أيه. هذا معلم في احد المدارس طبعا، وهو مشجع اهلاوي ويحضر كل مباريات الاهلي في جده من المدينه المنوره. الاخ حسين اللي معه في الصوره وجه له دعوه خاصه في المدينه المنوره وذهب الى منزله، وهذه كانت الصوره في منزل الاخ حسين مطهر في منزله خلال زياره السومه له في منزله. الامر الاخر نتكلم عن موضوع السومه اللي الصوره الان، لانه اللي تداول في تويتر اليوم انه الشخص اللي مع السومه هو الشيخ سلام الجهني اللي هو الراقي والشخص صحيح. اللي بيستخدم الكي في العلاج. لا هذا الاخ حسين مطهر، هذا مشجع اهلاوي ومعلم في المدينه المنوره وما له علاقه بالموضوع ده، مو سلام الجهني يعني، عشان بس نوضح للناس من خلال البرنامج. الامر الاخر السومه الفتره الماضيه نعم شعر بشد في عضلات الظهر وقالوا في العصب، وناس اقترحوا عليه انه يعمل جلسات كي او كي في احد الاطباء الشعبيين، لكن هو طبعا ما قام بهذه الخطوه. هو الان يشعر بارتياح كبير، كان بالعلاج خلال يعني علاج طبي خلال الفترة الماضية، راح للمدينة نعم كان في زيارة للمدينة، وكان متواجد مع مدير الفريق السابق مروان دفتردار والإدارة والمدير التنفيذي حاليا باسم وداود واثنين من أصدقائهم، والتقوا بالمشجع الهلاوي ذا، وكان في أحد الرقاة موجود في المسجد النبوي تكلموا عن موضوعه. فأظنه يعني رقى على السومة يعني في خمس دقائق أو زي كذا رقية قراءة قرآن، وهذا طبعا شيء مستحب وما حد ينكره في الجانب ذا.
لكنه ما دخل السومة في حكاية الكي ولا دخل في حكاية الدواب الطب البديل الأعشاب ولا زي كذا. بالعكس كانت رقية لمدة 5 دقائق وكان الهدف منها هو أصلا زيارة أصدقاء في المدينة والتواجد في المدينة المنورة. السومة لو مقطع الآن بعد تمرين اليوم كان بيتحدث مقطع مع أحد الزملاء إنه يقول لك أنا سليم ولا أعاني من أي شيء وكل ما ذكر حول إصابتي بالطب البديل أو بالكي غير صحيح أنا جاهز وقد ألعب مباراة الاتحاد القادمة يوم الخميس القادم. هذا على لسان السومة في أحد المقاطع انتشر الآن قبل نص ساعة من الآن. طيب احنا حلقتنا مستمرة وراح نشوف ان شاء الله بعد الفاصل. قروض الأندية المالية تعلق جرس الإنذار الخطير لمستقبل الأندية. أنت من اليوم قاعد جاوبني من ورق قدامك، أرجوك جاوبني الآن كأب بدون ما تهرب، إيه أو لا؟ راحت أمي طقت رجل. إننا نطالب حماية المستهلك. ظهور الأول لي في الإعلام. اللي سويته أقل ما يقدر عليه الشاب السعودي إنه يسويه. إحنا نبغى نزود الوعي الثقافي. هنا طلقة رصاص في الأسفل. ومتعوب عليه. برنامج الراسي. الناس للناس. والكل بالله سبحانه وتعالى. برنامج الراسم يأتيكم في الأوقات التالية. حياكم الله. اللاعب الآسيوي في ملاعبنا تاريخ كبير من أيام بشار وجاسم ونخبة اللاعبين الخليجيين والآسيويين، لكن هناك أيضا تطورات حدثت من خلال تطبيق قرار اللاعب الآسيوي لابد أن يكون من القارة الصفراء. في هذا التقرير نشوف حالنا في ملاعبنا مع اللاعب الآسيوي. قبل إقرار اللاعب الآسيوي بالأندية السعودية كان تواجد اللاعب الآسيوي بعدد أصابع اليد الواحدة، وبالرغم من قلة تواجدهم إلا أن تأثيرهم كان كبيراً على أنديتهم. الكويت كان لها نصيب الأسد بتواجد أكثر من اسم لافت كجاسم الهويدي وبشار عبد الله وبدر حجي وعلي مروي، وكذلك ثلاثي المنتخب العماني بدر الميمني وعماد الحوسني وخليفة عايل، والمهاجم القطري محمد سالم العنزي، والعراقي نشأت أكرم. ومع إقرار تواجد اللاعب الآسيوي موسم 2008-2009 أصبحت الأندية السعودية ملزمة بالبحث عن لاعب آسيوي من غرب أو شرق القارة لتدعيم صفوفها. تعاقدات بالجملة تركزت على شرق القارة كانت نسبة النجاح فيها قليلة، كالظهير الأيمن لي بيونغ والمدافع كواك، في حين كان الفشل أكثر من النجاح بعدة أسماء لم تقدم ما يشفع لها بالبقاء كليت شون والمهاجم سول وبارك تشو والمهاجم سوك. وعندما نتحول لغرب القارة نجد أن النجاح يتغلب على الفشل بتواجد عدد من الأسماء الذين قدموا أجمل المستويات كأحمد حديد مع الاتحاد وعماد الحسني مع الأهلي وحسن الطير مع الرائد، وأخيرا التجربة المميزة للسوري عمر السومة مع الأهلي. تجربة اللاعب السعودي مع القرار الآسيوي كانت خجلة، فلم نشاهد لاعبا سعوديا يحترف خليجيا أو عربيا أو آسيويا إلا ناجي مجرشي مع أول سال الكوري التي لم يكتب لها النجاح، وتجربة ياسر القحطاني مع العين الإماراتي التي حالفها التوفيق بتحقيقه بطولة الدوري مع ناديه. بعد إقرار الاتحاد الآسيوي لهذا القرار يأتي السؤال المهم، لماذا لا نشاهد اللاعب السعودي يحترف في إحدى الدوريات الآسيوية؟ وهل استفادت الأندية السعودية من هذا النظام أم أن التعاقد مع اللاعب الآسيوي أصبح تكملة عدد؟ أبو ريان، كيف مستوى اللاعب الآسيوي في ملاعبنا اليوم؟ والله شوف الاختيارات محدودة، ولكن الأندية مضطرة أنها تتعاقد مع اللاعب آسيوي رابع بحكم هذا يعني شرط من الاتحاد الآسيوي أنه
اللاعب الأجنبي الرابع يكون آسيوي حتى تشارك في دوري أبطال آسيا. يعني الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل شهرين تقريبا أصدر قرار أنه الأندية اللي ما تشارك في بطولة دوري آسيا الرابع مو شرط يكون آسيوي. فيعني أتاحت لهم فرصة الآن أنهم ينطلقون بدون قيود اللاعب الآسيوي، فتعاقدون مع لاعب أفريقي، لاعب أوروبي، لاعب من أي جنسية من أمريكا الجنوبية. ولكن شرط الاتحاد الآسيوي للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا أن يكون اللاعب الرابع لاعب آسيوي. الخيارات محدودة للأسف، محدودة جدا. اليوم نقدر نقول عمر السومة هو أفضل لاعب آسيوي في الملاعب السعودية؟ نقدر نقول كذا؟ تقريبا تقريبا عمر السومة هو أفضل لاعب آسيوي الآن موجود في الملاعب السعودية. فهل فيه اسم آخر؟ محدود، الاختيارات محدودة. يعني ممكن في جهاد، اعتقد جهاد الحسين اوكي على مستوى فريق التعاون جيد، ولكن انت بتحطه في مع فريق يلعب في دوري ابطال اسيا، صعب جهاد انه يبرز في دوري ابطال اسيا. هو على مستوى الدوري المحلي ممكن يقدم شيء لافت، ولكن تبي لاعب يفرق معك في دوري ابطال اسيا. الهلال عنده اللاعب كواك جيد يعني، ولكن كواك مرة فوق مرة تحت. لا هو مشكلته الإصابات كثيرة عليه، ولكن الهلال يعني يبغى لاعب أفضل من هذا، أفضل من هذا. حتى النصر في الآن داخلين دوري أبطال آسيا الجديد في 2016 محتاجين لاعبين آسيويين يفرقون مع الفرق السعودية، ولكن للأسف اللاعب الجيد في اليابان وكوريا محترف في أوروبا ما هو موجود في آسيا. صحيح، ولا صعب تحصل عليه يعني، ثمنه غالي ولا هو جايك. ما عندك الخيارات الأخرى من الخليج، عادة اللاعب الخليجي هو الأنسب وهو الأفضل، هو اللي ممكن، والخيارات محدودة وصعبة لأنك حتى تأخذ في خانات معينة. طيب ما هو في أي خانة، الاختيارات صعبة. طيب خليني أسألك حسن في هالموضوع، يعني اليوم عمر السومة هو الأفضل في الملاعب السعودية إذا أخذنا بالاعتبار أنه يعني اللي قاعدين نشوفه صراحة اليوم أنه لعيبتنا الآسيويين هم تكملة عدد بنسبة كبيرة، ما أقصد الكل طبعا أكيد. يعني أنت بتكلم عن أرقام وعن لاعب مؤثر في نتائج فريقه، أكيد عمر السومة هو الأول بلا منازع، يعني كلاعب مؤثر، كلاعب آسيوي مؤثر مع النادي. الموسم الماضي شوف كم مسجل هدف، السنة دي الآن كان مسجل ترتيب الثاني أعتقد أو ثاني الهدافين. لاعب مؤثر في كل مباراة، عنده حلول عدة في المباراة، في التسديد، في التهديف بالرأس، في داخل منطقة الجزاء، كلاعب يعني مؤثر مع فريقه. هذا لما تبحث عن لاعب مؤثر هذا عمر السومة يقول لك يعني مثال حي للاعب المؤثر مع فريقه. لكن نتكلم عن لاعبي الأسويين، أنا عندك خيارات يعني شبه محدودة، يعني مش كبيرة جدا. عندك طبعا دول الشام اللي هي لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، يعني نادرا ما تحصل اللاعب اللي ممكن يكون يقدر أنه يكون نجم في الدوري السعودي. عندك دول الخليج اللاعبين المميزين في دول الخليج يلعبون في أندية غنية جدا، وبالتالي لن يسمح لنادي، لأنه المبلغ اللي بيأخذه هنا قد يأخذ أضعافه في بلده، وبالتالي لن يغادر لأنه المحفز المادي عنده معدوم، وبالتالي حيستمر في بلاده. نتكلم عن شرق آسيا اللي الدول المتقدمة اللي تبحث فيها عن اللاعبين، أنت ما عندك إلا كوريا واليابان وممكن الصين. يعني اللاعب يعني اليابان صعبة شوي. إيه صعبة شوي. أنا بكمل لك النقطة، هذول اللاعبين قد يذهب إلى أوروبا بمبلغ أقل من هنا، لكن يعرف إنه فرص نجاحه في أوروبا أكبر بكثير من هنا. يعني كان ينتقل من نادي متوسط في أوروبا إلى نادي أكبر خلال سنة أو سنتين. شاهدنا كان نجم مانشستر يونايتد سنة من السنوات، لاعب كوري من أفضل اللاعبين على مستوى الدوري الإنجليزي، كان في مانشستر يونايتد وكان كابتن منتخب كوريا الجنوبية. وبالتالي الآن اللاعبين في الدوري الألماني، أسمع بس ضعف شوي، لا أسمع، في الدوري الألماني وفي نعم. في الدوريات الكبيرة في أوروبا، الدوري الإنجليزي، الدوري الألماني، في لاعبين من كوريا ومن الدوري الهولندي، من كوريا ومن اليابان يقدمون. وفي إيسي ميلان لاعب نعم. لاعب هواندا، لاعب منتخب اليابان، في يلعب في إيسي ميلان. وعلى فكرة هذا كان يعني يمكن كثير ناس تحدث الموضوع، كان اليابان يقول لك قبل 10 سنوات كان عندهم يعني نشوف الناس بتخطط المستقبل، كان عندهم يعني مغامرات أو فيلم كرتوني يقول لك إنه بعد 10 سنين هيكون عندنا لاعب ياباني في إيسي ميلان. شوف بعد 10 سنوات أصبح لاعب عندهم لاعب ياباني في إيسي ميلان. صحيح. إذا الناس بتتخطط تشتغل، شركات بتدعم اللاعب، يعني بتسير رحلات أسبوعية من اليابان إلى إيطاليا لمشاهدة هذا اللاعب ودعمه في المباريات، في تحفيز كبير. تكلم عن لاعبنا إحنا يا أخي، اللاعب عندنا رئيس النادي أناني، أتكلم عن وضع المحلي. نعم. هنا أنا كرئيس نادي عندي لاعب نجم في فريقي،
وجاء له عرض فرصه احتراف باوروبا. انا كنادي انا ابحث عن منجز، انا كرئيس نادي انا ما يهمني معليش اللاعب ذا هيخدم المنتخب ولا هيخدم طيب. هيطور نفسه، انا يهمني انا يخدمني كرئيس نادي حقق معايا البطولات. كلام صحيح، في نوع من الانانيه لدى بعض المسؤولين في التعامل مع العروض الخارجيه للاعب. صحيح، واحنا شفناها كثير يعني في المواسم الماضيه. غدا يستضيف ايضا الهلال القادسيه، اول يوم بما اننا دخلنا يعني يوم الاثنين في دور الثمانيه من منافسات كاس ولي العهد، في حال انتصار اي فريق سيواجه الشباب يوم الجمعة القادم في دور الأربعة. على ذكرى نهائي عام 2005 يستضيف الهلال نظيره القادسية في الدور ربع النهائي من كأس ولي العهد اليوم الاثنين في الرياض. الزعيم الذي لم يغب عن نهائي بطولته المفضلة منذ 8 أعوام لم يلعب دور 32 برفقة الأهلي بحكم تواجدهما في نهائي الموسم الماضي. وفي دور 16 تغلب الهلال على التعاون بهدفين لهدف وبصعوبة بالغة. وفي الجانب الآخر وصل أبناء القادسية للدور 8 بعد أن تجاوزوا الجيل في دور 32 3 أهداف لهدفين، ثم تغلبوا على الفيصلي بهدف دون رد في دور 16. وفي هذا الموسم التقى الفريقان في دور جميل، استطاع الهلال من خلاله الفوز بهدف ناصر الشمراني. مسابقات الكأس مليئة بالمفاجآت، هل يفعلها أبناء الخبر أم أن الواقع يفرض نفسه ليضرب الهلال موعدا مع الشباب في نصف النهائي؟ أسألك بريان، يعني خليني أبدأ معك من حيث انتهى التقرير، القادسية بكرة ممكن يحقق مفاجأة أم أنه الواقع راح يفرض نفسه؟ والله المفاجأة يمكن تكون صعبة، صعبة أن القادسية يحقق مفاجأة أمام الهلال، ولكن الهلال سيواجه صعوبة في تجاوز فريق القادسية، لن تكون مباراة سهلة على الهلال. فريق القادسية فريق يعني فريق قوي ومنظم، و شفناه في آخر مباراة في الدوري أمام الأهلي يعني استطاع أنه يكون ند ويحرج الأهلي في أوقات كثيرة من المباراة. الهلال الآن متصدر بمشاركة الأهلي، والقادسية يعني في مركز متأخر شوي، ولكن مع ذلك يبقى القادسية فريق قوي. الهلال في الدوري ما استطاع يتجاوز إلا بهدف. بكرة يمكن الهلال يدخل أيضا بنقص في بعض عناصره داعي الإصابات وراحة بعض اللاعبين من جراء الإرهاق. أنا أعتقد أنه الهلال ممكن يواجه صعوبة، ولكن أستبعد المفاجأة. أستبعدها تماما. طيب أبو محمد، القادسية والهلال مين تتوقع؟ مو متوقع مين أقرب، أكيد أنه الهلال ممكن، لكن تعتقد أنه الضغوط الماضية ممكن تأثر على الهلال في هالمباراة؟ لا ما أعتقد. شوف الهلال يعني لديه لاعبين في الملعب ولديه دكة بدلاء قوية جدا، الفريق اللي عليه دكة بدلاء يعني ما تخاف عليه. أنا أقول إنه خلينا نأخذها من منظور آخر يا أخوي عبد الله. إيه؟ يمكن الأهلي المتصدر والهلال الوصيف يعني عندهم أهداف استراتيجية خلال هذا الموسم هي بطولة الدوري. يجب أن يكون التركيز الآن. أعرف إنه في إصابات في الأهلي، الأهلي قد يخوض مباراة الخميس القادم بدون أي لاعب أجنبي. يعني هذه الأخبار حدود 80% الآن منها إنه بيخوض مباراة الاتحاد الأسبوع القادم بدون أي لاعب أجنبي، لا شيفو ولا سوما ولا فتفا ولا حتى نبيل بهوي، لأنه حيكون يعني خارج القائمة. الهلال أيضا أنا عرفت إنه المدرب بيريح بعض اللاعبين المرهقين في الفريق ولن يشركهم في لقاء الغد، وهذا فكر، هذا على فكرة هذا كلام صايد. أنا في الأخير أنا مو لازم إنه في كل مباراة أنا أستجيب لطلبات الجماهير إنه لازم تحقق كل شيء. صعب، أنت طلبت إنك تحقق كل شيء قد تخسر كل شيء. أنا أضع تركيزي، أضع عندي أهداف استراتيجية في الموسم ده، عندي إني أحقق بطولة الدوري، وأكون هدف ثاني بالنسبة لي بطولة كأس خادم الحرمين، لأنه الدوري أو كأس خادم الحرمين هي توصلك إلى بطولة الآسيوية في الموسم الذي يليه. بطولة كأس ولي العهد بطولة مهمة وغالية كمسمى علينا جميعا، لكن أنا عندي 22 لاعب. أنا إذا ما أشركت لاعبي البدلاء اللي أنا أثق فيهم، بدأ منه مسجلين في القائمة، إذا أنا أثق فيهم كلاعبين، لو ما أشركتهم في مباريات مثل هذه ومنحتهم الفرصة في مباريات مثل هذه، متى منحهم الفرصة ومتى يشاركون؟ أنا أعتقد إنه
المفاجأة غير واردة، لكن انه العب بكل ثقلي وكنجومي ايضا قرار خاطئ لو حصل من من الاهلي او من الهلال قرار خاطئ. انا يجب انه العب باوراق بس مع اختلاف ترى حسن، يعني انت لما تلعب مع الاتحاد يختلف لما تلعب مع القادسيه، لا على المستوى الجماهيري ولا الاعلامي ولا حتى على مستوى نفس اللاعبين. بس في الاخير انا هخسر اني ما اوصل النهائي، يعني في الاخير هي خساره سواء خسرت من القادسيه ولا خسرت من الاتحاد ولا خسرت من اي فريق، انا المحصله اني بغادر بطوله. انا اقول لك انه اذا كان عندي اهداف، يعني ممكن الان الهلال او الاهلي يزج بنجومه، وحتى لو كان اللاعب مرهق مو جاهز بشكل كامل، نوع من الاصابه اشركته في هذه المباراه وتعرض للاصابه قد تؤثر عليه فتره اطول حتى مع بدايه الدور الثاني من مسابقه الدوري، رغم انه في فتره اجازه بين الفترتين، لكن قد تؤثر عليه فتره طويله. اذا انا استفدت، انا الهدف الاستراتيجي اللي اعمل عشانه خسرته الان انا هنا. طيب حسن، كاني افهم من كلامك انه ممكن الاهلي يتنازل للاتحاد على كاس ولي العهد عشان عنده هدف يعني لا ما يتنازل، لا ما يتنازل. انا الكلام اللي قلته بدايه قلت انت عندك 22 لاعب تثق فيهم، انت القائمه اللي عندك فيها 22 لاعب او 28 تثق فيهم جميعا، اي لاعب تشاركه تشاركه معناه انك منحته كامل الثقه. انا ما بخش اقول له اخسر، بالعكس انا بخش بقول له قاتل وفوز وحقق الفوز وهتاخذ مكافآت وهتاخذ كل شيء، اديك كل المحفزات انه حقق الفوز. حلو. انت لو تشوف الان في اوروبا مثلا الدوري الاسباني في يعني 7 أو 6 لاعبين يكونوا أساسيين في الدوري، تيجي مباراة الكؤوس أزج بصف ثاني 5 أو 4 لاعبين مع الفريق الأساسي عشان أريح اللاعبين المرهقين أو المصابين أو إلى مثل ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه الخطوة خطوة أنه تدوير اللاعبين قد لا يتم في الدوري، لكن تدوير اللاعبين يتم خلال البطولات. انا ارى انه هذه البطوله فرصة لتدوير اللاعبين، وانا اقول لك انه ما في لاعب مهم بالذات في الأندية الجماهيرية، ما في لاعب مهم، هو الفغير الملعب ما يتسع إلى 11 لاعب، لكن 22 لاعب قد يكون له أهمية بنسبة كبيرة على اللاعبين المتواجدين داخل أرض الملعب. صحيح، احنا أكيد راح نكون يعني على موعد مع المتعب في نهاية هالأسبوع، عندنا الأهلي والاتحاد، وأيضا في حال فوز الهلال على القادسية راح تكون مواجهة العاصمة بين الهلال والشباب. حلقتنا مستمرة ونشوف فيها بعد الفاصل. نجوم سابقين يتحدثون عن قوة الدوري وبريق النجوم الحاليين. طيب، عندما يتحدث أيضا نجوم بحجم إبراهيم ماطر أو حتى أحمد الدوخي ومرحوم المرحوم عن الوضع الفني الحالي لكرتنا، إحنا لازم نستمع ونشوف إيش عندهم من رؤية مستقبلية وحتى رؤية حالية لأنديتنا السعودية. طبعا بالنسبة للدوري حاليا يعني اعتقد انه يعني انا تقريبا 50% الان بتكلم لكم من المستويات اللي يقدمونها اللاعبين. اما بالسابق جدا كان ممتع بالنسبه، اتكلم لك على المستويات اللي يقدمونها جميع الانديه. الان الانديه اللي يقدمون يعني جزء بسيط من المستويات، ممكن 3 أو 4 انديه هي معروفة في المقدمة. يعني الكرة اختلفت عن الحاضرة، نشوف أول اللاعبين يلعبون يعني بروح وبنفس طيبة، الآن عصر احتراف، العالم تبحث عن مادة. والله يا أخي شوف، كمقارنة من ناحية الإمكانيات اللي موجودة في الوقت الحالي لا شك أنه أفضل، خاصة جانب الاحتراف والتغطية الإعلامية وأيضا احتكاك اللعيبة بالجمهور والتواصل الاجتماعي، لكن كمستويات يعني هذه من الأشياء المحيرة فعلا. يعني لا زال إلى الآن المستويات اللي كانت في وقتنا يعني الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي كانت أفضل، يعني هذا وجهة نظري طبعا، أفضل مما هو حاله وليس تقليلا في اللعيب الموجودين. والله شوف، المستوى العام صراحة ما عندي خلفية ولا أقدر أقيم أنا، لكن أنا أتابع بس مباريات نادي النصر، ما أتابع الكثير من المباريات يعني، عشان كذا ما أقدر أقيم مستوى الدوري العام. لكن لو تقول لي اقيم مستوى فريقي ممكن اقيم لك اياه. المنتخب السعودي يعني وصل مراحل الجميع ما كان متوقع، او على مستوى الانديه. تخيل انت الان من عام 2005 الى الان الانديه السعوديه ما حققت اي بطوله خارجيه، وهذا شيء محزن بالنسبه لنا.
على المستويات اللي او على الاعلام الهائل اللي قاعد يقدمونه الان او على المستوى الجماهيري الحضور الجماهيري، لكن انا اشوف ان على مستوى الفني غير مقنع جدا. يعني اللاعبين الان عندهم امكانيات وعندهم قدرات وعندهم يعني باستطاعتهم انهم يلعبون ويحققون يعني انجازات، وهذا اللي نشوفه الان مع المنتخب السعودي بعد في الادوار التمهيديه بشكل قوي والى الان يقدم يعني اشياء جيده. هذا يعني واضح، يعني الان لاحظ يعني مع احترامي لبعض الدول يعني مثل لبنان الاردن، يعني تلاحظ ان المستويات كل ما لها في تزايد، عندك عمان، عندك قطر، عندك الامارات، لكن المنتخب السعودي يعني تتفاجأ يعني المستويات فيها نوع من التدني. يعني احنا قاعدين نشوف يعني ما في اي بطوله للمنتخب تذكر، كل بطوله ما في، واذا كان على المستوى المحلي الانديه يعني ما البطولات محليه، يعني حتى لما نجي نشارك مثلا خليجيا ولا عربيا ولا اسيويا ما في، يعني ما هو انا اللي اقولها، هذا الواقع اللي قاعد يتكلم عنه. طيب اسالك ابو ريان، الناس تقول الكره اول كانت احسن من الكره الحين. كل جيل يحن لجيله ويحن للعهد اللي كان فيه. ما اعتقد انه الكره اول افضل من الكره الحاليه. انت عاد شايف الكره اول وشايف الكره الحين، اكيد انه يعني وبعين الناقد يعني الكره، انا اعتقد ان اليوم تشوف تخطيط وتشوف على مستوى عالي التكتيك، تشوف اشياء مختلفه ولا لا؟ ما تشوف، بس صح انه مستوى التنافس يعني في انديه تراجعت، مثلا الاتحاد تراجع، النصر تراجع، الشباب تراجع، الان ما في الهلال والاهلي الان متنافسين. يعني لو كان النصر في حالته الطبيعيه والاتحاد والشباب كان ارتفع مستوى التنافس، ولكن يعني الهلال لازال قوي ويقدم مستويات كبيره، والاهلي قوي ويقدم مستويات كبيره، فما زال فيه يعني الكره السعوديه ما زالت كره قويه على مستوى الانديه. طيب يعني بهالمناسبه يعني ودنا بس نهني الكابتن ياسر الشهراني بفوزه اليوم بجائزه افضل لاعب خليجي في 2015، وهذه ان شاء الله تكون دافع له ودافع لبقيه النجوم انه كرتنا بخير وعندنا نجوم ان شاء الله. ويعني يستاهل، هو قدم مستويات كثير يعني جيده خلال الفتره الماضيه مع الهلال وحتى المنتخب. لكن احنا ايضا راح نسترجع موضوع احمد عسير اللي فتحناه في بدايه الحلقه، وايضا الفيديو او المقطع اللي انتشر لمحمد امان قبل مباراه الدوري الاهلي والاتحاد، الشباب مجهزينها بس من باب العداله والانصاف نشوفها. خلونا نشوف المقطع اللي احنا حاولنا نقص اخر كلمه اللي يعني احتراما للذوق العام بصراحه، خلونا نشوف المقطع. شلون مباراتكم بكره؟ يحسون نار بكره جلد اجلد وينكم اصبر بس وين اجلد وينكم اصبر بس وين. اسمع رايك حسن في هالموضوع، قال احنا راح نجلد طوط، ما ودي اقول الكلمه اللي قالها واكيد انت عرفتها، اسمع رايك ابو محمد. ما ادري ايش الكلمه ايش قال، لكن اذا قال نجلد الاتحاد فاعتقد انه يعني يمكن تاخذ انه يعني لاعب بيكون عنيف في الملعب او يكون زي كذا، واذا كان صدرت ضد عقوبه فهو يستحق، ما فيها يعني ما فيها جدال على هذا المقطع، يستحق العقوبه. ها اذا كان صدرت ضد عقوبه اقول لك يستحق، اذا كان كلام مذيء او كلام مسيء شوف ما في احد قلت لك. لا بعيد عن الكلمه الاخيره اللي احنا ما راح نختلف اكيد، هم لما قال راح نجلد يعني كلمه نجلد هذه ترى ما هي بعيده عن كلمه الدم، خلينا نكون يعني لا بعيد لا بعيده بس اقول لك بعيده، هذه بالعين الخضراء هذه. لا 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 اذا في عقوبه يستحق عقوبه، انا اقول لك اذا في عقوبه يستحق عقوبه ما فيها كلام، انا اقول لك اللاعب المخطي يعاقب ايا كان لاي نادي كان. طيب. لكن لا نمرر عقوبه انه هذا فلت وهذا ما عقب، لا طيب. يا اخي عاقب الكل عشان تكون ذا صحيح، عشان تكون عداله على الجميع. يعني ابو ريان يستحق العقوبه على كلمه الجلد وعلى الكلمه اللي طوط اللي هذه، نعم هذه تستحق عقوبه مضاعفه. ايش هي طوط يا ابو ريان؟ يعني الكلمه يعني طوط ابو ريان ايش هي طوط ايش قال؟ لا راح ارسل لك المقطع بعد ما نخلص، ما يجيك اذن لي عبد الله ولا كان وعاد بيكا. المقطع هذا انا متاكد 100% انه واصلك بس برسله لك مره ثانيه. شكرا عبد العزيز الهدلق الناقد الحصري لبرنامج المنتصف، شكرا حسن عبد القادر ايضا الناقد الحصري، ابو محمد شكرا لك، شكرا للمتابعه. رياضتنا دم وجلد، والله يستر من الجاي في امان الله.